مطالب بتوفير الموارد البشرية والبيداغوجية وكذا التعجيل في استدراك ما غاب من خدمات، عنوان رفعته عديد المؤسسات التربوية أولى ساعات الدخول المدرسي من خلال تقارير نقابية عاجلة. تقرير جبل الدين بوشة. عكس ما كان منتظرا لم يكن الدخول المدرسي في المستوى المطلوب. 48 ساعة الأولى كانت كافية لتنبئ مصالح بنغبريط أنها لم تنجح بعد. نقص في التأطير وغياب للأساتذة والمديرين، مؤسسات أبت إلا أن ترفع صوت رفضها للأوضاع عاليا، معلنة شرارة الاحتجاج في أكثر من مؤسسة تربوية. هناك مؤسسات فيها يعني بدأت البارحة باحتجاجات، على غرار مثلا ثانوية سعيد لامية بعين نعجة، على غرار ديدوش مراد ببئر مراد رايس. هناك ثانوية كاين هناك وقفة احتجاجية ويهددوا بحركات احتجاجية على غرار ثانوية الدويرة محمد خوجة يعني بالدويرة. كاين عندنا تقرير وصلنا من ثانوية ولاد فايت بالعقيد لطفي بها 1200 تلميذ بدون مراقب عام بدون ناظر، عندنا مراقبين فقط، عندنا 4 عمال. إذا هذه عينات على مشاكل موجودة بالمؤسسات التربوية، كل يعني تقريبا نفس الحالة موجودة في كل الولايات. الخدمات المدرسية الخاصة بالنقل والإطعام وتوفير الأقسام والحجرات مطلب جاد للأولياء قبل أبنائهم. النقل المدرسي ما كانش، يعني ما شفناش نقل مدرسي، وكي لما نقول النقل المدرسي ما نشوفوش العاصمة، احنا نشوفوا الجزائر العميقة، كل الولايات، كل الأولياء يشتكون، خاصة التلاميذ تاع سنة أولى. تخيل أنت في فصل الشتاء لما يكون البرد والأمطار راح يوصل مبلول، لما يوصل مبلول وما كاش تدفئة. هنا النقل المدرسي زائد ما كاش تدفئة، ما كاش نقل مدرسي، ما كاش تدفئة، واش راح تستنى من هذا التلميذ؟ في وقت حظيت مناهج الجيل الثاني بالتفاتة هامة عشية الدخول المدرسي، يعد الحديث عن ظروف دراسة هذه المقررات أهم ورقة لهؤلاء التلاميذ.